نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. لتسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار، بتخلي الأرض صالحة والصحاري تزيد خضار. الطبيعة محتاجة والجدارة وامتياز. مشاهدي برنامج اسأل مجرب، برحب بحضراتكم مرة تانية. رحلة جميلة جدا وانت بتتعامل مع القطاع الزراعي، انت بتتكلم عن التنمية وعن الانتاج كمان، واحنا بنتكلم على استصلاح الاراضي الجديده بقى امر لابد منه علشان تقدر تحافظ على الامن القومي الغذائي، لان انت عندك تحديات كتيره جدا، زياده سكانيه، تغيرات مناخيه، وايضا محدوديه الموارد المائيه. موجود معاكم النهارده في نموذج جميل جدا لانتاج التمور وايضا لاشجار الفواكه، واحنا بنتكلم على ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه. هنتعرف على النموذج ده عن قرب. رحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك يا فندم. احنا فين هنا؟ المكان ده اسمه ايه؟ دي مزرعه طيبه هنا في مركز بدر تبع منشيه الصفا. دايما باكد على حضراتكم احنا موجودين فين علشان تيجوا وتشوفوا وتتابعوا بنفسكم، لكن انا كانت في مفاجاه اول ما دخلت المزرعه النهارده، ان انا معايا دكتور بشري. دكتور بشري وبيهتم بالزراعه وبيدور على حلول لرفع الانتاجيه. ايه اللي وجهك لكده يا دكتور وتفكر في الزراعه ليه؟ يعني احنا انتبهنا لموضوع الزراعه الحديثه، بحيث يعني بالذات ان الوالد كان مشتري المزرعه دي قبل كده، فحبينا ان احنا نستثمرها يعني ونمارس فيها نشاط. يعني ما خوفكش، ما قالكش الزراعه صعبه؟ انت مالك بالزراعه، ركز في الطب. اكيد سمعت كلام كتير في البدايه. طبعا الكلام ده كله بيحصل، بس طبعا ما فيش حاجه صعبه طالما الانسان يعني عنده اراده، حابب الموضوع وعنده اراده ليها. فكرت في الموضوع ده امتى؟ المزرعه دي انتوا مشترينها بقى لكم سنين، انما ابتديت بقى تتعامل معاها بصوره مشروع وزراعه وجديه من امتى؟ من سنتين بالظبط. من سنتين بس. اول ما ابتديت زراعه كان المكان ده شكله ايه وزرعته ايه؟ عملتوا ايه فيه؟ اول ما بدانا بقى بدانا ان احنا نتوجه يعني للزراعه الحديثه، غير الموالح والحاجات اللي هي كانت قبل كده موجوده. شلنا كل ده وبدانا بقى نجيب النخل البرحي وزرعنا برقوق ومانجا. نخل برحي، برقوق، مانجا. انت بتدور على محاصيل تكون ليها قيمه اقتصاديه، تكون منتجه طبعا وصالحه انها تتصدر، يعني نقدر ان احنا نصدرها. حلو قوي الفكر ده. لما جيت تفكر في التصدير اكيد كمان في معاملات زراعيه، يعني هتبقى بقى ضوابط التسميد واستخدام المبيدات دي بحرص. طبعا في ضوابط بقى وشروط في المنتج اللي هيتصدر ده. ليها مواصفات. طبعا لازم يكون يعني حاجه فارزه اول، طبعا ليها مواصفات معينه، ما يتحط لهاش مبيدات معينه ضاره، كل الكلام ده. ولقينا بقى كان في عقبه، نسبه الملوحه طبعا كانت عقبه في الاول، بس الحمد لله. يعني ليه نسبه الملوحه كام جزء في المليون؟ 800 هنا. 800 ودي اثرت معاك على المحصول؟ اثرت، كانت بتبان بالذات في المانجا او الفاكهه عامه، هي حساسه اكتر لل يعني بالنسبه للنخل البرحي ما عندوش مشكله في الملوحه. ايوه، ولكن المانجا عندك برقوق وعندك مانجا، عندك اكتر من محصول. عندي برقوق وعندي مانجا، دول كانوا متاثرين اكتر بالملوحه، كانت باينه في اصفرار الورق يعني البطء شويه او الكسل شويه في النبات. كان ما اتاثر بالملوحه طبعا. نصحوك بايه بقى لما الملوحه عندي 800 جزء في المليون ابتدت تاثر على النبات؟ اكيد كل واحد كان ليه راي. في ناس قالت لك طبعا، في بقى في الاول الناس العاديه وجهتنا اللي هي الحاجات المضادة للملوحة اللي بتحط في التربة في التسميد وكده، ولكن كانت مكلفة والنتيجة مش أحسن حاجة، يعني مش مرضية، مش أحسن حاجة طبعا. ابتديت بقى تسأل ابتدينا بقى نسأل الجيران اللي هم أكثر تطورا والمزارع الكبيرة اللي حوالينا، وبدأنا نسمع عن جهاز دلتا ووتر ونشوفه في كذا مكان ونتابعه ونشوف بقى نتائجه عند كذا حد، ونسأل كذا حد مركبه فعلا ونشوفه الجهاز راكب فعلا على ابيار مثلا، نشوف الملوحه فيها بتبقى فعلا عاليه والنتيجه كويسه، وزرعين عليها فراوله، الناس زرع عليها فراوله، والفراوله دي اكتر حاجه بتاثر بالملوحه والحاجات دي. وبدانا بقى ان احنا نتواصل مع الدكتور محمد حجازي وركبنا الجهاز، والحمد لله يعني النتيجه مرضيه الحمد لله. بقاله كام شهر عندك هنا؟ حاليا دلوقتي بنتكلم مثلا في سبع شهور. سبع شهور. سبع تمن شهور. سبع تمن شهور
في فرق بين في اي حاجه ولا انت طبعًا محتاج طبعًا وقت علشان تاخد راي او تكون راي كامل؟ لا طبعا في فرق موجود طبعا، وان شاء الله يبقى افضل كمان في الموسم الجديد اللي هو هيبدا مع بدايه الصيف، وان الجو بقى يبدا يدفي، هيبدا موسم جديد هيبان اكتر ان شاء الله. يبقى ابتديت تغير في برامج التسميد ولا لسه؟ يعني برامج الدكتور محمد كان نصحنا طبعا ان احنا الجهاز برضو زي ما هو يعني مفيد في موضوع الملوحة، هو كمان مفيد في التسميد لانه بيكسر الروابط، فبيخلي التسميد يعني سلس اكتر وامتصاصه اسهل للنبات، حتى المية نفسها يعني بيكسر جزيء المية برضو يخليه يعني اخف، جزيء المية التقيل بيخليه اخف، فطبعا ده كله الجهاز اثر فيه حتى في التسميد يعني. جاي وجاب الخير معاه، جميل جدا الانتاج. فاسأل مجرب اتعرفت على تفاصيل مهمة قوي بالنسبة للقطاع الزراعي وبالنسبة لحياة الفلاح نفسه. دايما كنت بشوف من قرب وهو بيهتم بالأرض وبيهتم بالمحصول، لكن في الجميل ان انت تشوفه دايما بيفكر يزود انتاجه ازاي. لو ظهرت عنده مشكلة ما بيقعدش ومستني الحل يجيله من غير ما يجتهد، لا بالعكس بنشوفه بيسأل ويدور ويبقى فيه كمان حلول متقدمة جدا. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي اللي بتقدمها شركة دلتا ووتر قدرت تساعد على ده. المكان ده انا كنت موجود فيه من فترة في بداية تركيب هذه التكنولوجيا. النهاردة انا بتابع وبشوف ايه معدل النجاح اللي حصل، هل المزارع نفسه راضي عن هذه التقنية. لو انا برحب بحضرتك، ازيك يا حاج؟ عاوز اقول لكم ان الارض هنا رملية، يعني لما تيجي اول ما تدخل كده هتلاقي ان الارض صعب جدا تتكلم فيها عن زراعه. تاني حاجه انا ملاحظها ان في اراضي كتير منخفضه، هي الاراضي المنخفضه دي ليه؟ ايه السبب؟ كان في تجريف فيها؟ لا، من نسبه الملوحه. من نسبه الملوحه؟ فانا بشوف ارض منخفضه وارض اعلى من التانية. نسبه الملوحه اللي بتعمل معاها كده، تعمل في الارض كده تعملها تاكل. تاكل للطب، بتاكل الزراعه وبتاكل كل حاجه. هو احنا كنا هنا من قد ايه؟ من اربع شهور. من اربع شهور. فكر الناس كده كلامنا، كنت انت بتشتكي من الملوحه وتشتكي ان هي اثرت على الزرع، ايه اللي كان بيحصل عندك؟ كان بيحصل عندي الزرع بيصفر ونسبه الملوحه كانت عاليه عندي. طبعا جبت الجهاز ركبته عن طريق الناس حواليه، ناس مركبه حواليها بقى لها سنه، شرطهم لقيت الجهاز مظبوط، جبت الجهاز دكتور محمد جاب لي الجهاز وجيب ركبه، والحمد لله الزرع حلو وبتطرح حلو والعرش حلو 100 100. سالت الاول وشفت جيرانك عملوا سألت ايه جيراني. ورحت بصيت عندهم بناء عن الناس الجيراني جبت الجهاز. تمام، الجهاز حلو وزراعه حلوه والميه حلوه و100 100. طب انت ايه اللي كان بيخليك تسال؟ ايه المشكله؟ الملوحه كانت كام جزء؟ لازم اسال. الملوحه كانت كام؟ حللت الميه؟ الميه كانت 1200 و1300. وكنت زارع ايه وقتها؟ كنت زارع مشتل وكنت زارع فراوله برضه. عامل مشتل فراوله وكانت 1200 1300. والحمد لله المشتل كان عامل ايه بقى على 1200؟ طلع بالسلامه والحمد لله. لا، على 1200 في الاول قبل ما اركب الجهاز كان تعبان. كان تعبان. وده كان يفرق معاك بقى لما تنقل الشتل للارض المستديره؟ ايوه، كانت بتزعله. بتزعل الشتل. بتزعل الشتل. وانت جيت الفدان كانت ضعيفه ولا كانت معتدله يعني؟ كانت بتغطي تكاليفها؟ لا، ما تغطيش تكاليفها قبل الجهاز. ما تغطيش تكاليفها. بعد الجهاز في محصول، في زراعه، في خضار، في كل حاجه. طيب الحمد لله. انت بقى لك كام شهر مركب الجهاز؟ بقى لي حوالي 8 شهور. 8 شهور. يعني احنا كنا هنا من 4 شهور. كان الجهاز راكب بقى له 4 شهور. الحاج سعيد ميها انا فاكر كلامه كويس، قال لي هي النتيجه حلوه بس استنى كده في الموسم ما نشوف ايه اللي هيحصل. الحمد لله. فرق معاك الانتاج السنه دي؟ لا، الموسم حلو الحمد لله وربنا يعدي على خير بالنسبه للجهاز والحمد لله. جوه بلدك شرق غرب هتستفيد، الطبيعه محتاجه والقدر وامتياز، جاي وجاب الخير معاه والقدارة والتياج، جاي وجاب الخير معاه. اعتمد على الاستدامة وعلى الاستقرار. المكان ده انا كنت موجود فيه قبل كده، والمزرعة دي كان فيها مشاكل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة، وكان المزارع بيقول لي انا اول مرة ازرع هنا فراولة. هنشوف ايه اللي حصل بعد ما كنت هنا تقريبا من 4 شهور. رحب بحضرتك، احكي كده للسادة المشاهدين، الملوحة هنا كام جزء في المليون؟ اخبار الزرع كان ايه قبل ما ندور على حل لهذه المشكله؟ الملوحه هنا 1250. ولما جينا نزرع ما ينفعش نزرع على الملوحه دي، اضطرينا نجيب الجهاز عشان نزرع عليه. ايوه، والجهاز بما يرضي الله الا يبارك لكم. انا ما توقعتش ان تبقى عندي زراعه زي دي، ووفر معايا في الملوحه معالج الملوحه
طبعا انا كنت بنزل كل اسبوع معالج ملوحه، النهارده انا بنزل كل 20 يوم، كل 25 يوم بنزل مره، وممكن ما بنزلش. على اساس ايه بتستخدم معالج الملوحه؟ اذا ان انا يعني شايف لما دخلت الارض هنا حتى لون التربه اتغير، يعني الارض هنا احكي لي شكلها الاول. الارض لما بشوفها النهارده كانها ارض طينيه، كانها ارض قديمه. انا كده بالنسبه لي انا للزراعه اللي انا زارعها انا كانها الميه ما فيش ملوحه عندي، كانها ما فيش ملوحه. اه بالنسبه للجهاز يعني نقدر نقول بدل ما انا كنت بجيب كيلو دلوقتي بجيب 2 كيلو ولا كيلو ونص ولا كيلو وربع. مش عايز اعرف الارض كام وربنا يبارك لك، انما فرقت في الانتاج. اه تفرق قد ايه مثلا؟ هتفرق اقل حاجه النص. النص ودي تفرق معايا جامد. يعني انا قللت دلوقتي المصاريف بتاعتي، مفيش مضادات املاح، زودت الانتاج بتاعي النص يعني 50%، فده يحقق هامش ربح كويس للمزارع في النهايه. ايوه طبعا لازم. اه الثمار وشكلها ولونها وطعمها ده فرق معاك؟ ايوه طبعا فرق. انا لو زرعت في البدايه على الجهاز قبل الجهاز ما كنتش خدت زراعه، ان الزراعه كانت عندي شعوطت ونشفت من الملوح. لكن انا الحمد لله ولا كان عندي شعوط ولا كان عندي اي بركه سقطت عندي، والحمد لله. يعني اللي يجي يبص على الزراعه عندي ميه عاديه. يعني اللي بيشوفك النهارده تقول له ايه للمزارع الفلاح اللي زيه زيك؟ تقول له ايه؟ اقول له والله 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 الجهاز الله يبارك لهم، انا عندي زراعه انا ما توقعتش تبقى عندي الزراعه دي، والناس شايفه الزراعه. يعني الطبيعه محتاجه والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه جدا. ان انا اتقابل تاني مع الوشوش السمحه واتكلم معاهم. ازيك يا حاج؟ الله يبارك فيك. ايوه في السخن. حاج حسين كنت معايا هنا من 4 شهور، كنا بنتكلم على تكنولوجيا معالج النواة المغناطيسي، قال لي بصراحه انا شفتها عند الجيران وده اللي جرأني ان احنا نجربها، لكن تعالوا لنا بقى وقت الحصاد نشوف ايه اللي حصل. عدت الشهور، دخلنا في الشتاء وجيت معاه مره تانيه. ايه الاخبار؟ لا الحمد لله تمام. يعني ايه الموسم ده فرق معاكم في ايه بقى؟ فرق زاد في الانتاج وخففنا في التسميد. الاثنين خفف التسميد وزود الانتاج. اه والميه بقت حلوه، يعني حتى ما كناش نعمل عليها شاي الاول، حاليا تعمل عليها شاي. انت دلوقتي حتى بتشرب من الميه دي؟ اه بنشرب من الميه عادي. اه المحصول نفسه يعني وانا بمسك الثمره وبعمل عمليه الجاني او الحصاد فرقت؟ شايف ان شكل الثمره نفسه اختلف؟ شايف ان المذاق نفسه يعني دايما طعمها اول حاجه جميل. طعمها لانه احنا ما حاطينش حاجه تغضب. يعني انا عايزك تقول للساده المشاهدين الكلام ده، لان انا الحمد لله بشوفه على ارض الواقع. احكي لهم ايه اللي حصل في الثمار اللي عندك. الحاجه زادت في الحجم. رقم 2 ما فيش، انها طبعا ميه بقت حلوه طبيعيه ادت حلاوه في المذاق. رقم 3 الحمد لله زي ما انت شايف حتى كترت منوره كلها طارحه. أيوة. انت شايف ما شاء الله، يعني زادت في الانتاج. كانت الملوحه كم جزء حاليا؟ كانت الملوحه في البدايه 1250. 1250. كنت تتخيل في يوم من الايام ان انت تزرع فراوله بالميه دي؟ لا هو اساس الميه دي ولا ازرع لها فراوله ولا موز. ولا فراوله ولا موز؟ ولا موز. يعني انا بقدر باستخدام العلم احقق امال وطموحات للمزارع. الراجل ده عايز يزرع وعايز يشتغل وعايز ينتج، الميه عنده نسبه الملوحه مرتفعه فيها، هيقف يتفرج ولا هيشتغل؟ وانا انصح جميع المزارعين حاليا التكنولوجيا خطوه اساسيه مع الفلاحه، الفلاحه على كده ما تنفعش. وعلم على كده ما ينفعش، لازم يجمعوا الاثنين يطلعوا انتاج افضل وانضف وفيهم توفير بكل شيء. الطبيعه محتاجه والجداره وامتياز جاي وجاب الخير معاه الطبيعه محتاجه والجداره وامتياز جاي وجاب الخير معاه. مرحبا بحضراتكم مره اخرى في اسأل المجرب. في نفس المكان ده انا لقيت روح العمل الجماعي، مزارعين من هنا من سوهاج وجايين معانا هنا في البحيره في منطقه اسمها السخنه، منطقه صعبه جدا. الاول مرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. منطقه السخنه نسبه الملوحه مرتفعه في الميه وفي التربه، كمان الارض رمليه وبشوف فيها زلط، يعني هي ارض صخريه كمان. انت كزراعه والدك عنده الارض دي، لكن علشان تشتغل بقى
دي عايزه مجهود تاني خالص، وعايزه ان انت تسال وتبحث وتشوف ايه المناسب لهذا المكان، صح؟ بالظبط كده. وانا في البدايه خالص انا طبعا بالنسبه للمحاصيل التقليديه ما بيبقاش العائد الربحي كويس منها، فانا كنت بفكر في محصول يكون افضل يعني. طبعا هي الارض كانت اتزرعت قبل كده، ولكن كانت زرعت زي ما كنت وضحت قبل كده في حلقه سابقه ان كان مزروع من بير، والبير ده حصل فيه عطل وانا اتحطيت في امر وخلاص في اول الموسم، وما كنتش عارف اعمل ايه، اللي انا كنت بغير خلاص بقى، انا كنت حجزت شتله وبدات ان انا اظبط الخدمه بتاعتي وعملت تعاقدات مع الاسواق اللي انا هشتغل فيها وكلام من ده، فكنت محطوط في موقف يعني لو حصل عليه خالص. طبعا لما اتضح قدامي موضوع الجهاز بتاع دلتا ووتر، فكان في جماعه جنبي مزارعين بداوا ان هم يشوفوا الشغل، اشوف الشغل عندهم، لقيت في نتائج كويسه خالص، قلت انا اجرب التجربه عندي هنا، ونقلت التجربه الحمد لله، ربنا كرمني والحمد لله النتائج طلعت اكثر مما كنت اتوقع والله. احنا كنا هنا موجودين من 4 شهور، وقلت لي استنى، هو النتيجه كويسه بس مش هقول لك دلوقتي، تعالوا لنا في وقت الحصاد حقيقي فعلا. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي فرق؟ والله بص اقول لحضرتك على حاجه، اولا انتم تزرعونها من نحن الزرعون، ربنا سبحانه وتعالى ليه الفضل في الاول في الاخر ان هو سخركم لينا، ان انتم بجد ان احنا نقدر نتقابل ونقدر نتلاقي في مكان زي دوت، وربنا سبحانه وتعالى انا سخرت ربنا سبحانه وتعالى برضو في ان انا ازرع منتج حساس زي منتج الفراوله وزرع زي زرعه الفراوله، وربنا كرمني. اللي حصل عندي هنا ان انا ما كنتش متوقع اساسا في الاوقات العاديه خالص، في الايام العاديه اللي كانت كبير ملوحته اقل، كان زي الايام دي كده احنا بنستهلك معدلات في معالجات الملوحه كبيره جدا، وفي الوقت دوت في خلاص احنا دلوقتي حراره بدات عندنا خلاص ترتفع، او انا شايف ان في وقت زي دوت بيبدا الورق بيبان عليه اضرار الاضرار الملوحه. دلوقتي الوضع مختلف الحمد لله، شايف ان الورق لونه اخضر عادي خالص. انا عايز لو حضرتك لو ممكن تقرب لنا، انا قربته اوصل تشوف حضرتك التزهير ما شاء الله، وتشوف حجم العقد بسم الله ما شاء الله الحمد لله بفضل الله كله من عند الله. فاحنا طبعا الشكر لله في الاول والاخر، والشكر لحضراتكم على متابعتكم الجيده وعلى المنتج بتاعكم جهاز التوتر الحمد لله. مشاهدي برنامج اسال المجره، برحب بحضراتكم. محصول الفراوله من المحاصيل الجميله والناجحه في مصر والتصديريه، ومعنى ان انا بصدر محصول معناه ان في تطبيق للممارسات الزراعيه السليمه الجيده، محصول خالي من المتبقيات المبيدات، بقدر ان انا اوصل بالانتاجيه لافضل مواصفات، الشكل واللون والمذاق كل ده بيفرق معايا. طبعا انا في البدايه برحب بحضرتك يا حاج. انا كنت مشارك والدي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. هو توفى في 99، وانا خدت الارض دي بعد ما توفى، كان نصيبي ده الفدان ده. وكنت بزرعه وانا بنفسي بعد المعاش، ولكن الظروف الصحيه ربنا يديك الصحه، قررت ادخل شريك بعد ربنا يديك الصحه جلطه والحمد لله. لو جيت اتكلم بقى على الزراعه هنا، انا شايف محصول الفراوله هو الاساسي، هو فدان. هو هنا الناس كلها كانت بتزرع فراوله، انا الوحيد ما كنتش بزرع فراوله. ليه بقى؟ ليه؟ لان الاملاح كانت عندي، الميه كان فيها املاح 900 في المليون، 900 واحده في الجزء في المليون. فانا قالوا لي دقه ماسوره. طب انا زوجتي انا دائما ماسوره 60 متر. ايوه. وانا من نوع اللي بيؤمن بالعلم. لا دائما ماسوره 60 متر، وارجع ماسوره 72 متر، سنه واثنين اجيب ما سخنه ما ساعه ما ساعه. فلما سالت على الدلتا ووتر اتفرجت عليه في اماكن عديده. اتفرجت عليها جبته. وبسم الله ما شاء الله اديك شايف الفراوله زي الفل. لا عجباني ما شاء الله، ودي كانت اول مره تزرع فيها الفراوله. بعد ما اطمنت ان ما فيش يعني مشكله الملوحه مش هتاثر، ولا انت جربت تجربه قبل الجهاز؟ اتدربت في شركه هنا في جنوب التحرير، ورحت المشتل وشفت الدلتا ووتر عامل ايه في المشتل. فقررت ان انا اجيبه. بقى له قد ايه الجهاز عندك؟ يعني احنا جبناه في 1/4 اللي فات. 1/4 يعني بنتكلم على 8-10 شهور. في العشر شهور دول حسيت بقى في فرق حصل معاك في ارضك في زراعتك؟ بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده. الزرع ما يعني هنا احسن من عند الجيران كتير قوي قوي، احسن من عند الجيران كمان اللي هم بيزرعوا بقى لهم سنين، لكن انت قدرت ان انت تتفوق عليهم كمان. كتير. هو انا كنت بزرع، ان لي اصدقاء واحباب كلهم اساتذه في المركز القومي للبحوث عندنا بني سويف. كنت بقعد معاهم كتير ونسهر معاهم كتير. بني سويف اساسا. وكنت بقعد معاهم كتير. كنت بقعد معاهم كتير واتكلم معاهم كتير، انا مقيم هناك واولادي هناك. فكانوا هنا الفلاحين كانوا يقول لك ايه، الافندي جه غلب
غلب الفلاحين. الافندي جه غلب الفلاحين. اللي كان المحصول بيبقى ممتاز حقيقي. اه. يعني كنت بجيب تقاوم مركز قوام البعوث وكنت بسالهم وكانوا بيقول لي اعمل كذا وسوي كذا. فكنت ماشي معاهم وبسم الله ما شاء الله كان محصول حلو. والشجر يزيد وينتج والخضر على كل لون. فاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا يا ابن بلدي ده سر قولك عليه. الجهاز قد التحدي دي ارضك غالية عليه. والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. التواضع ده جهاز الطبيعة محتاجة. والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. مرحب بحضراتكم مرة أخرى. المكان ده مكان جميل أنا كنت فيه. بحب لما أزور مزرعة أشوفها بعد كده وأتعرف الناس دي عملت إيه بعد ما مشينا. أخبارهم إيه لسه عندهم سعادة واستقرار. إحنا كنا هنا من 4 شهور كان الاستاذ شاهين بيقول لي الفراوله بتحتاج رعايه وعنايه. المايه هنا كانت عامله لنا مشاكل وكنت خايف ازرع فراوله. احكي لي بقى قصه الارض دي من ساعه لما انت كنت خايف لغايه اليوم الجميل اللي احنا فيه. لا تمام الحمد لله. احنا من ساعه ما وقفنا عند الشتلة وزرعنا وكل حاجه تمام حسيت ان الزرع جاي على الملوحه 900. ده مستحيل ان الزرع يجي. ده المفروض ان يرجع ورا ويعالجك وتعالج وتكلف. لا الزرع جاي والجدر تمام وكل حاجه بسم الله ما شاء الله فيه. واشتغلنا وانتاج الحمد لله بسم الله ما شاء الله. الانتاج بدا بيزيد اضعاف يعني كل جمعه بيزيد اضعاف بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. يعني انا لو هتمنى الخير ده مش هتمنى بالشكل ده. حاجه بتاع ربنا بس دي اسباب برضو جهاز سبب ان هو بيكمل المنظومه الصح في الزراعه. يا بصراحه انا مش عارف اساله. هو بيقول كلام جميل جدا. بيقول لي انا لو هتمنى الخير ده مش هتمناه بالطريقه دي. يعني ده اكتر من كنت ما تتوقع. النتيجه بقت مرضيه عنه. لا مرضيه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليها. يعني انتاج فوق يعني ما حد يتوقعه. لا لا تمام. هي ولا انت قللتها؟ لا انا وقفت الفتره اللي هي الصقيع والبتاع اللي هي انه الجدر بيقف فيها اساسي تمام. واشتغلنا تاني بدات اسمد شغل تاني وتسميد تاني عادي وكل حاجه. بتضيف مضادات املاح دلوقتي ولا لا؟ لا من اول اصلا ما نزلت الجهاز ما حطيتش اي. حطيتها ولا ما حطيتش؟ ما حطيتش نهائي ضعف. واللي جاي احسن. اللي جاي قدام الناس اللي يعني الناس هي شايفه بعينيها. احنا في الوقت ده تمام. هو وقت ده يعني الفراوله فيه اللي هي مش كده في ملوحه خلاص بتروح. الوقت ده هو الميه والملوحه هي اللي بتلعب شغلها في الزراعه دلوقتي. كلامه صح. وانتم عندكم اراضي زراعيه عاوز كل واحد ينزل يشوف زارع فراوله وضعها ايه في هذا التوقيت. هيلاقي ان الموسم زي ما هو بيقول الفراوله مروحه بنشطب الموسم. لما اجي ابص واشوف الزرع النهارده والورق ولونه والخضار والثمار اللي لسه انا بجني وبشتغل في هذا التوقيت يبقى احنا فعلا قدرنا ننجح. قدرنا نزود انتاجنا باقل تكلفه وباقل استخدام مياه. لان ده في الحقيقه شيء مهم جدا ان انت تنتبه لجوده الميه ونوعها وكميتها. مفيش حاجه اسمها ميه لا تصلح للزراعه. عايز بقى تكلم المزارعين تقول لهم ايه عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر بعد ما استخدمتها ومردودها كان ايه على الزراعه. والله هو مش محتاج كلام انصح حد. هو الصوره مبينه كل حاجه. يعني الموضوع مش كلمتين هنقولهم. هو الموضوع قدامكم مش محتاج كلام كتير. دي زراعه مزروعه وهي قدامكم. اللي لازم يعني لازم انت شايف الواقع قدامك ايه. يبقى الجهاز ده تمام 100% بكل المقاييس. بنيجي نتكلم عن المراه الريفيه لازم نعرف يعني ايه. يعني الخير والانتاج والتضحيه ومساندتها للرجل في اعمال الزراعه اللي مخليها بالها من الارض ومن الزرع ومن الولد. اخبارك ايه؟ ازيك يا حاجه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ سميره كام؟ يا حاجه سميره. نعم. موضوع الفراوله ده انا سمعت ان انتوا اول ناس تنجح هنا في زراعه الفراوله. لا والله 100% الحمد لله. ايه اللي نجحكم في زراعه الفراوله؟ وبعدين كنتوا مصممين تزرعوا فراوله ليه؟ زرعناها اما جربنا بقى المواد بتاعها ودخلنا عليها وبقت 100% والله الحمد لله. هي الفراوله صعبه في زراعتها؟ في الاول بس تعب شويه لكن بعد كده الحمد لله ربنا بيكرمنا وبتبقى 100% الحمد لله. بتحتاج بقى ان انتوا تشدوا اكياس وتعملوا شبكه ري بالتنقيط. وزارعين توم فيها ليه؟ زارعين توم عشان بيحوش عنها مرض برضه النباتوده. اه بيجيلهاش نباتوده. اه بيحوش عنها المرض النباتوده. لما قالوا لك هنزرع فراوله هنا والميه مالحه كده كنت مصدقه ان هي هتنجح؟ لا لا لا
الميه المالحه ما بتنفعش. لما شفتيهم جابوا تكنولوجيا الدلتا ووتر معالج الماء المغناطيسي، صدقت ان الجهاز ده او الماسوره دي هتحل المشكله دي ولا في الاول قلت لهم انتوا بتضيعوا وقتكم؟ لا انا من ساعه ما سمعنا الموال ده وهي بقت 100 البارابولا. قبل ما تركبيه هنا كنت مصدقه ان هو هينجح؟ كانوا بيقولوا انه هينجح وناس يقولوا انه مش هينجح، بس لما الناس جربت الحمد لله بقى 100 100. الحمد لله. ايه رايك في الفراوله السنه دي؟ الموسم عامل ايه والانتاج اخباره ايه بقى؟ الحلاوه وفراوله صح و100 100 فراوله صح و100 100. وريها لهم كده في الكاميرا دي الفراوله اللي احنا صح. اللهم صل على النبي. حاجه 100 100 100 100 والله العظيم، وربنا كرمنا والحمد لله. الحاجه سميره بتقول لكم ربنا كرمنا والحمد لله. والله الحمد لله، نعمه من عند الله. نعمه من عند الله. 100 100 الحمد لله، والبركه في ربنا وفيكم. احنا الحمد لله يعني كاعلام بنحاول ننشر العلم، بنشوف النماذج الناجحه، نحاول نوصل للفلاح ازاي يتغلب على مشاكله. الله يبارك لكم، انتوا بتعملوا خير والله. بتتفرج على التلفزيون؟ بتفرج والله. بتشوف قناه مصر الزراعيه ولا لا؟ بشوف. ايه رايك فيه؟ الساعه 5 100 100 والله. الساعه 5 انت عارف البرنامج كمان الساعه كام؟ بتفرج ده انا مخصوص لازم انا افتح التلفزيون واتفرج عليه. الساعه 5 والله 100 100 والله الحمد لله. تقولي ايه بقى للفلاحين اللي بيشوفونا النهارده بعد ما شفتي النتائج اللي حصلت واحنا بنستخدم الجهاز بتاع دلتا ووتر؟ لا 100 100 الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يديكم الصح. حاجه 100 100 والله الحمد لله.